بحضور أكثر من 4000 شخص، أقيم ولأول مرة في دير السلزيان ببيت لحم مهرجان قرية الميلاد بالتعاون مع بلدية المدينة، وبمشاركة عدد من الفعاليات المتنوعة التي اشتملت على عروض موسيقية وبرامج ترفيهية وأغاني وتراتيل من وحي الميلاد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ضوي بالليالي سعيد يا نجمي بيت عريب، جاي من دني بعيد تتلج عاها الكون طيب. تتحقق فرحة الأطفال بالميلاد عند رسم الفرحة على وجوههم وزرع محبة الميلاد بقلوبهم. تتلج أشعار سلام. وقد أقيم في دير السلزيان في بيت لحم قرية ومهرجان الميلاد، وذلك ضمن برنامج الاحتفالات الميلادية التي استمرت على مدى 3 أيام متتالية بالتعاون مع بلدية بيت لحم ودير وكشافة السلزيان. احتوت قرية الميلاد على عدة فعاليات منها الأكشاك المتنوعة من هدايا وألعاب ومأكولات وحلويات وعروض سانتا وألعاب متنوعة للأطفال وعروض موسيقية ميلادية ومعزوفات وأغاني وتراتيل من فرق متنوعة وزوايا تصوير في بيت سانتا وفعاليات فنية ثقافية وترفيهية وأيضا عروض بهلوانية وفعاليات حية نالت إعجاب الحضور الذي تجاوز عددهم 4500 زائر. برحب فيكم في قرية الميلاد الأولى اللي تسوت في معهد السلزيان. أجت الفكرة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وخوارنة دير السلزيان، حبوا أنهم يجمعوا أطفال مدينة بيت لحم في موقع معين اللي هو دير السلزيان، البناية القديمة المبنية في المنطقة من عام 1886. حاولوا أنه يوفروا فعاليات للأطفال من خلال إعطائهم الهدايا، إعطائهم أجواء الميلاد وروح الميلاد، نشرها بين الأطفال. بيت لحم تعتبر عاصمة الميلاد في العالم، هذه العاصمة تستحق احتفالات عديدة. اليوم نحن نحتفل في مكان تاريخي مهم جدا لنا في بيت لحم، هي مؤسسة السلزيان، هذا الموقع الذي بدأ من بيت صغير في النهاية هناك لدار البطارسة وأصبحت مدرسة ودير ومخبز وعدة نشاطات. السنة هذه نحن عمالنا بنشهد في الساحة فرحة عظيمة لاحتفال عيد الميلاد بوجود أبناء وبنات هذه المحافظة، وهو فرح لأطفالنا ولأهلينا. هذه السنة فكرنا نعمل إشي خاص أساس الناس يحتفل بعيد ميلاد المسيح بجو خاص، بجو يعني سلام، محبة، تفاهم، لأنه هذا المكان مكان مقدس، ولذلك احنا نحب ان كل الناس يقدر يشترك بهدوء بدون خوف لأنه في داخل أسوار الدير. هنا قرية الميلاد التي أدخلت الفرحة للصغير والكبير بجو عائلي بزمن المجيء، هي فرحة العيد، فرحة قلوب تنتظر ميلاد الطفل يسوع بكل حب، فرحة الزمن الذي ينتظره العالم أجمع، فرحة ميلاد الطفل يسوع بمغارة المهد. للنورسات مارلين الحدوة من قرية الميلاد في دير السلزيان بيت لحم.